كاع كل من كيفرح ميمتو انا ضامنه ليه الفرح كيما وليداتي مفرحيني انا ضامنهم كل عام هما فرحانين وكل نهار وكل فرحة هما فرحانين وكل ساعة هما فرحانين. صافي خوتي خوتي كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد شنو في هذا الفيديو؟ المهم قبل ما نبداو الفيديو انا لابس سبور لابس الكلاس بلا ما يجي خوتي شي واحد في الكومنتير يقول لي انت لابس سبور لابس كلاس هذه غير هزتيها دابا باش نصور بها حيت حسن كيصور بها وحسن سولنا بها قلت انا غادي ندير بها البلان. شوف في هذا الفيديو، هذا الفيديو هو مفاجأة للوالدة. كما كتشوفوا اللي ديجا الناس شافوا الفيديو ديال حسن كان جاب اخوتي التلفازه للدار، الوالده فرحات فاش جاب ديك سميتو جاب ديك التلفازه، الوالده فرحات 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 بزاف. وشنو بقى لي في بالي انا قلت علاش انا ما نديرش شي حاجه زعما ونفرحها، يعني نحاول نفرحها اكثر. مشيت عند الدراري صحابي قلت لهم شنو 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 فكرنا مزيان، سمحوا لي المطر كيدوزو، فكرنا مزيان مزيان قلنا ناخذ ثلاجه ولكن شي ثلاجه تكون يعني كبيره وتكون زوينه اللي غتشوفها غتعجبها. وهي ديجا الوالده كانت كتقول لي بلي ولدي راه خاصنا خاص ما خاص ثلاجه خاص هذه خاص هذه. انا شنو قلت؟ قلت صافي اللهم دابا شنو قلت لها؟ كنت خليت عندها الفلوس، كنت عندها شي فلوس وقلت لها شوفي، قلت لها الوالده الفلوس راه باغي نهبطهم باش نفيرسيهم زعما في الكونت ديالي وهادي باش هي ما تعيقش باش ما تشكش. فاش بغيت ناخذ ثلاجه بحال عاقش بيا، ولكن شنو درت انايا؟ شنو دارت؟ بحال عاقش بيا فاش قالت لي الفلوس، قالت لي فين غادي يا وليدي؟ قالت لي باش تاخذ شي حاجه للدار، قلت لها لا، قلت لها الوالده غادي بان قلت لها بان 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 فيرست تكونج باش ما يمشيوش ليا وهادي، حاولت الماكس خليتها باش ما تعيقش، شفتوا كيفاش؟ صافي هبطت تفاهمت مع السيد، خديت الثلاجه. دونك دابا غتكملوا الفيديو باش تفهموا انتم بزاف الحوايج، تعرفوا بزاف الحوايج. وهذا مكان اللي قبل ما ندوزوا الفيديو سمحوا لي طولت عليكم، قبل ما ندوزوا الفيديو بغيت نقول لكم اي واحد عنده ماما عنده بابا يفرحهم، واخا غير باللي عنده يحاول يفرحهم، حيت رضات والدين ما كاينش بحالها. والناس اللي ديجا ميتين لهم والديهم الله يرحمهم الله يوسع عليهم بالبال القبور يا ربي. وهذا مكان. وثاني حاجه قبل اخوتي ما ندوز الفيديو بغيت نقول لكم انستغرام ديالي هنايا، راه بقى لنا والو اخوتي نكملوا 500000، بقى لنا والو نكملوا نص مليون، دونك بغيتكم انتم تكملوا دوزوا عندي كامل الانستغرام راه فيه 497000. ها هو الانستغرام ديالي اخوتي صافي ديرو اوفيسيال، دوزوا عندي كاملين وخليكم مع الفيديو. شكرا. Thank you.
الله يعطيكم العز، الله يعطيكم القبول. يا ربي الله يسهل عليكم ويسهل على كل شيء في ايدك. انتم كما كتفرحانين بغيتكم ديما فرحانين، عمركم ما تنكدوا، عمركم ما تشوفوا النهار الخايب يا ربي، لا انتم ولا اصحابكم ولا الاولاد كاملين، كاع كل من كيفرح امينتو نظرنا ليه فرح طول حياته. امين. يلا هلا الوالده شوفي كي جات كي ناخذ شي ماكسيش تاخذي بحال هذا ماكتش غطي بالي كاع ناخذ شي الله يعطيك العافيه. دابا ذوقي كي جاك، ذوقي زوين انا خويا رضوان، ذوقنا زوين ولا خايب؟ ان شاء الله. شو حاصل من مخشي؟ شو حاصل من مخشي؟ شوفي الفريق تحت، شوفوا الحنه بعد الوالده قولوا لها بالصحه يا ودي راح عليك الحنه ديال الزواق راه جافي الكيين كي جاش كان والو حيت السكوتش انا واحد ها ياك اختي دنيا صلي هنايا كاش كيصاوب الدوقي بحال هكا هادشي راه خاصني المراني انا تيجي تكون واعره ان شاء الله ان شاء الله ناضيه هادي بحال هادي تاجر هادي تالما غتكون ماضي ان شاء الله. يلا شي دعيوه الوالده نتاعو، علاش غنحطوا حنا غنحطوا كاميرا في الثلاجه لباب الثلاجه. انا اش قلت لك؟ قلت لك سير ما يرضي عليك، ما تالا خوت كاملين تعال الله يرضي عليكم كامل الله يفرحكم تعال حسن فرحيني الله يفرحكم ارجعي امين يا رب زيد الله يعطيكم العز ويعطيكم القبول ويعطيكم كل ما كنتمنى لكم. امين يا ربي. كيما وليداتي مفرحيني انا ضامنهم كل عام هما فرحانين وكل نهار وكل فرحه هما فرحانين وكل ساعه هما فرحانين، لا هما لا صحابهم لا كل ما كيخطوي عندي ويجي عندي ويدوي معايا ويشوفوهم في هذا الشيء ديال اليوتيوب يشوفوهم في شيء المهم في اللايفات وكل شيء، انا كل شيء ضامنه لي العز وكل شيء ضامنه لي الرزق وكل شيء وشهر مبارك سعيد وكيما فرحوني انا بغيت ندينا فرحان هذا الشيء اللي نقول لا هما لا خوتي لا خواتاتي لا كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء دابا دعيوا للجميع الوالده كاع الناس كتشوف دابا قلنا كل شيء كل شيء كل شيء وكل من كيفرح والدي والله ما يخيب والله ما يخيب والله ما يخيب باقي موقفين على الله ودعاوي الوالدين كنا كناخذوا غير دعوه غير الله يرضي عليك ما كناش كنخسروا ليهم وما كناش كان ما عندناش ما كنفرحوهمش بحال كيما وليدك اليوم ما بالك وليدك اليوم انا ضامنا اليوم الرزق ملي كيدخلوا لك الحاجه الكبيره انا بغيتهم دائما كبار ودائما في الدرجه العليا ولا هما ولا صحابهم ولا كل من كيفرح والدي وشهر مبارك سعيد مره اخرى والله يفرحكم كما كتفرحوا والديكم. كيفرح والدي والله ما يخيب والله ما يخيب والله ما يخيب باقي موقفين على الله ودعاوي الوالدين وكل من كيفرح والدي والله ما يخيب والله ما يخيب والله ما يخيب باقي موقفين على الله ودعاوي الوالدين وكل من كيفرح والدي والله ما يخيب والله ما يخيب والله ما يخيب باقي موقفين على الله ودعاوي الوالدين وكل من كيفرح والدي والله ما يخيب والله ما يخيب والله ما يخيب باقي موقفين على الله ودعاوي الوالدين وكل من كيفرح والدي والله ما يخيب والله ما يخيب والله ما يخيب باقي موقفين على الله ودعاوي الوالدين.